مساء الخير لكم جميعا. في البداية بدي أذكركم بأنه في عنا عرض قوي جدا من شركة القطارات الألمانية دويتشه بان. سبق وحكيت عن هذا الموضوع في فيديو سابق، ولكن العرض قوي جدا، فلهيك بيستاهل أن نسلط عليه الضوء مرة تانية. فيكن خلال هاي الفترة ابتداء من يوم الثلاثاء، من اليوم يعني من الثاني من شهر أبريل وحتى الرابع من شهر أبريل لحتى الخميس القادم، خلال هاليومين بتقدروا تشتروا تذاكر القطارات السريعة ETC وETCA بسعر مخفض بنسبة 20%. فبالتالي بتقدروا تسافروا بين المدن الكبيرة بألمانيا بأسعار مخفضة. فبالتالي خلال هاليومين فيك تشتري تذاكر مخفضة لحتى شهر أكتوبر، فاستغلوا هاي الفرصة لحتى تشتروا تذاكر رخيصة في القطارات السريعة. فيكن كمان طبعا تشتروا تذاكر لأشخاص آخرين، مثلا أنا في عندي حساب عند شركة دويتشه بان، بستخدم تطبيق دي بي نافيكاتو، فمن خلال حسابي لدى شركة القطارات الألمانية دويتشه بان اشتريت عدة تذاكر لأشخاص آخرين، ففيكن أنتوا كمان تشتروا تذاكر لأشخاص آخرين قبل الخطوة الأخيرة من الدفع. قبل الدفع فيك تختار في أين أندغ بيزون بوخن، يعني حجوز لشخص آخر، فبالتالي بتحط اسم الشخص يلي بدك تحجز له التذكرة. كتير مهم انكم تحطوا الاسم لأنه التذكرة شخصية. وطبعا هذا العرض بيظهر من تلقاء نفسه لما بتبحثوا عن فابيندونغ، يعني بين مدينتين بألمانيا، فبتطلع تذاكر الشباب خايزة والزوبا شباب خايزة، وفي الأعلى على اليسار بيكون مكتوب انكلوزيف اكسيونس غابات، يعني متضمنة العرض هذا. فبالتالي ما في داعي تعملوا شيء اطلاقا، فورا بيظهر العرض بشكل اوتوماتيكي خلال هاليومين على تذاكر خصم بنسبة 20%. مشان ما تتخربطوا كمان، هذا العرض ينطبق فقط على التذاكر اونلاين، فبالتالي في حال رحتوا تشتروا تذاكر من مكاتب السفر في محطات القطار فما رح يكون في عليها عروض اطلاقا، فيفضل انكم تشتروا اونلاين لحتى تحصلوا على عرض 20%. طبعا شركة القطارات الالمانية دويتشه بان حبت تقدم هذا العرض كهدية اعتذار بسبب سلسلة الاضرابات المتتالية في الاسابيع الماضية، فحبت تعتذر من عملائها من ركاب القطارات. طبعا شوفوا كيف الدول المحترمة شو بتعمل في هيك حالات، وخاصة انه شركة القطارات الالمانية هي شركة مملوكة للدولة، فبالتالي حبت تعتذر من عملائها من الاشخاص اللي تأثروا بالاضرابات، لهيك قدمت لهم هذا العرض تخفيض بنسبة 20% على تذاكر القطارات السريعة. وحبيت أنا كمان طبعا أشرح لكم هذا العرض بشكل دقيق لحتى تستفيدوا أنتوا كمان وتسافروا بسعر أرخص. ننتقل لخبر آخر. بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الألمانية الرسمية، فألمانيا عم تتطور لتصبح بلد الأضراب رقم واحد في أوروبا. مثل ما شفتوا أنتوا بالفترة الأخيرة كان في عنا سلسلة أضرابات طويلة في وسائل النقل، في القطارات والمطارات، وكمان في قطارات الشحن، وحتى كان في عنا إضرابات كمان في تجارة التجزئة. فبالتالي ألمانيا بالفترة الأخيرة كان فيها سلسلة إضرابات طويلة جدا، فبالتالي شوي شوي عم نتحول لنصير أكثر بلد فيه إضرابات في أوروبا، فصرنا حتى ننافس فرنسا. فرنسا معروفة بالإضرابات يلي بتصير فيها، فرنسا معروفة بالمظاهرات السياسية يلي بتندرج تحت الإضرابات كمان، فبالتالي صرنا ننافس فرنسا في أوروبا في مقارنة دولية، فنحن يعني صرنا ننافس فرنسا وحتى نتغلب عليها في عدد أيام الإضراب. وحتى إذا منقارن نفسنا مع النمسا وسويسرا يلي في عندهم نظام مشابه جدا لألمانيا، فرح نشوف بأنه الإضرابات عنا أكبر بكتير، على الرغم من أنه الاتفاقيات الجماعية هي متشابهة جدا في هالبلدان الثلاثة، ولكن بألمانيا نحن عدد الإضرابات أكبر بكتير عدد أيام الإضراب. فحبيت حطكم بصورة هذا الخبر أيضا يلي تداولته وسائل الإعلام الألمانية الرسمية. ننتقل لخبر آخر هام جدا صار تحدثت عنه وسائل الإعلام الألمانية بأكثر من مرة، وهذا الخبر يتعلق بالسرطانات. بالفترة الأخيرة بآخر 30 سنة من عام 1990 ل 2019 زادت السرطانات بين الشباب بنسبة 79%. فبال 30 سنة الأخيرة زادت السرطانات بشكل كبير لدى الشباب. لما منقول الشباب عم نقصد الأشخاص اللي أعمارهم تحت 50 سنة، فبحسب الدراسات الأشخاص اللي عمرهم تحت 50 سنة تعرضوا لسرطانات أكثر آخر 30 سنة، وفي عدة أسباب لهذا الكلام رح نوضح هاي الأسباب لحتى كل شخص يعني يدير باله على صحته ويحاول يتجنب المخاطر. بالبداية في عنا سبب أول من الصعب التحكم فيه وهو موضوع الوراثة، في أسباب وراثية، فبالتالي في أشخاص بيتعرضوا لسرطانات لأنه عندهم بالعائلة في أشخاص تانين كمان يعني انصابوا سابقا بالسرطانات، ففي عوامل وراثية. ولكن في أسباب تانية كمان بنقدر نتجنبها، هي الأسباب بتلعب دور بنسبة 40%. رقم واحد التدخين، استهلاك التبغ.
بالفترة الأخيرة زاد استهلاك التبغ لدى الشباب، لهيك عم يتعرضوا لسرطانات أكثر. رقم 2 استهلاك الكحول بكميات كبيرة. كمان استهلاك الكحول زاد بالسنوات الأخيرة لدى الشباب، فلهي كمان زادت معه السرطانات. وفي سبب ثالث كمان مهم جدا، وركزوا على هي العبارة وعلى هي الجملة يلي ذكرتها وسائل الإعلام الألمانية: تناول اللحوم الحمراء بكميات كبيرة والملح بكميات كبيرة وتناول الفاكهة والخضروات بكميات قليلة. سبق وحكيت بأحد الحلقات ضمن سلسلة التغذية على القناة عن موضوع اللحوم الحمراء، فيكن ترجعوا للفيديو السابق على القناة وتطلعوا على كمية اللحوم يلي لازم الواحد يستهلكها أسبوعيا وما يتجاوزها. فبالتالي الأشخاص يلي بيستهلكوا اللحوم الحمراء والدهون بكميات كبيرة وحتى الملح بكميات كبيرة، فاحتمال يتعرضوا للسرطانات بشكل أكبر من غيرهم. فهي هي المشكلة يلي عم يعانوا منها الشباب بشكل رئيسي، وهي اتباع نظام غذائي غير متوازن. فعم بياكلوا اللحوم الحمراء بكميات كبيرة ولكن ما بياكلوا خضار وفاكهة، فهذا شيء عم بيؤدي أيضا لزيادة إصاباتهم بالسرطانات. وفي كمان عدة أسباب أخرى ما رح نتطرق لها بهذا الفيديو، ولكن هدول الأسباب الثلاثة الواحد بيقدر يتحكم فيهم، وهن ممكن يقللوا المخاطر بنسبة 40%. فحبيت حطكم بصورة هذا الخبر الهام لحتى تديروا بالكم على صحتكم، وخاصة بأن السرطانات تعتبر هي السبب الثاني الأكثر شيوعا للوفاة في ألمانيا بعد أمراض القلب والأوعية الدموية. ننتقل لخبر آخر هام لعملاء بنك شباكاسة، بنوك الادخار بألمانيا، وكمان لعملاء بنك فولكس بنك، مصرف فولكس بنك. بالفترة الأخيرة وتحديدا آخر سنتين بألمانيا زاد بشكل كبير عدد حالات تفجير الصرافات الآلية جلد أوتوماتن، وهذا شيء عم يؤدي لأضرار وخسائر بملايين اليوروهات. فالخسائر ليست فقط بسرقة الأموال النقدية، طبعا لما بيفجروا الأوتوماتات يعني ممكن يحصلوا على مبلغ بيصل لمئة ألف يورو، وهذا الرقم بالعادة ما بتعلن عنه الشرطة لحتى ما يتشجعوا اللصوص أكثر على تفجير المزيد من الأوتوماتات، ولكن هذا الرقم طرحته وسائل الإعلام الألمانية، يعني هو مكشوف لعامة الناس، فلايك أنا كمان نقلت لكم إياه. فبالتالي الخسائر ليست فقط في هذا المبلغ يعني بالمئة ألف يورو، في خسائر تانية بتم إلحاقها في الفليالة بشكل عام يعني بالفرع. فبالتالي لما بيتم تفجير أوتومات ففي خسائر في التجهيزات في الصراف نفسه، وفي خسائر كمان بيتم إلحاقها في المباني، فالمباني كمان بتتعرض لأضرار، فبتبلغ الخسائر ملايين اليوروهات. فبالتالي عم تتعرض بنوك الادخار شباكاسن بشكل خاص لأضرار مادية كبيرة، لأنه هنن في عندهم أكبر عدد من الصرافات الآلية، فبالتالي ما عادت تتوفي معهم، لهيك عم يرفعوا علينا الرسوم. وحتى كمان قرروا بإغلاق عدة فروع بألمانيا، فرح تلاحظوا في المرحلة القادمة بأنه في عدة مراكز لبنوك الادخار شباكاسن، يعني عدة صرافات آلية في بعض الأماكن رح يسكروها مشان ما تتعرض للتفجير، ولكن رح ينقلوها لمكان تاني، ممكن يفتحوا بأماكن أخرى لحتى يقدروا يحطوا تجهيزات أمنية. فبالتالي هن عم بيقولوا بأنه في بعض الأماكن نحن بنقدر نجهزها بتجهيزات أمنية عالية المستوى لحتى نمنع حالات التفجير، وفي أماكن تانية غير قابلة للتجهيز، فلهيك رح ينقلوا هاي الصرافات الآلية لأماكن أخرى، فبالتالي رح تختفي من بعض الأماكن وممكن تظهر في أماكن جديدة. وفي تعاون جديد كمان في بعض الأماكن بين بنوك الادخار شباكاسن وفولكس بنك، رح يصيروا عملاء البنكين يقدروا يسحبوا من نفس الأوتوماتات يعني من نفس الصرافات الآلية بشكل مشترك، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على كل ألمانيا مشان ما حد يروح يسحب وتنفرض عليه رسوم. ولحتى نكون دقيقين، فهالبنكين عم يتشاركوا ب 430 صراف آلي على مستوى ألمانيا، يعني العملاء بيقدروا يسحبوا فلوس من هالأوتوماتات بشكل مشترك. كان معكم إلهام بوزان، تبقوا بخير وصحة وسلامة، تحياتي لكم جميعا وشكرا لكرم المتابعة، وإلى اللقاء.